السلام عليكم، هل تفاجأت من قبل بنزول أحد الحيوانات إلى أرضية الملعب؟ بالطبع أمر مضحك. حسنا، في هذا المقطع جمعنا لكم المواقف المضحكة أثناء نزول تلك الحيوانات، لهذا استعد جيدا لنأخذك في رحلة جديدة لمشاهدة 8 مواقف مضحكة لحيوانات دخلت ملاعب كرة القدم. ولكن قبل البدء قم بضغط زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. ثامنا، في عام 2016 أثناء مباراة برازيلية في الدرجة الثانية، دخل الكلب الأسود إلى ملعب المباراة واعتقد أحد اللاعبين أن هذا الجرو يريد عضه وبدأ في الجري ويراهقه الكلب، وبالتأكيد فقط كان يريد اللعب معه. سابعا، في عام 2015 أثناء مباراة بين فريق برشلونة وتشي، توقفت المباراة بعد دخول قط صغير إلى أرض الملعب وبدأ بالجري، وهناك بعض الأشخاص قالت أن أحد الأشخاص قام بإنزاله إلى الملعب ليكون حظا سيئا للفريقين، ولكن المباراة انتهت بفوز البرسا بثلاثة أهداف نظيفة. سادسا، في عام 2013 في مباراة تجمع فريقي زيوخ وثون بالدوري السويسري، اقتحم حيوان النمس أرضية الملعب وحاول اللاعبين ورجال الأمن الإمساك به، ولكن فشلوا حتى أمسكوا بها اللاعب لوريس بينيتو، ولكنه استقبل عضة في يده من هذا الحيوان جعلته ينزف دما. خامسا، في عام 2009 أثناء مباراة بين فريقي المكسيك وسلفادور، غزا سراب من النحل أرضية الملعب لادغا بعض الصحفيين والمشجعين، ولكن في النهاية استطاع إخراجه بعدما أوقف حكم المباراة اللعب لأكثر من 10 دقائق. رابعا، في مباراة محلية بالدور اليونانية، دخلت عنزة صغيرة إلى أرضية الملعب وأوقف اللعب لمدة دقائق، وتفاجأ اللاعبون عند مشاهدتهم لتلك العنزة وهي تقرب من حارس المرمى وحاول إخراجها، ولكنه فشل حتى وصل شخصين آخرين وقاموا بإخراجها. ثالثا، في مباراة نسائية اقتحم حيوان غريب أرضية الملعب، ولكن المضحك في هذا عند قيامه بعدة دورات دائرية، وأعتقد أنه كان يفعل عدة طقوس للاقتراب من أحد اللاعبات الجميلات. ثانيا، في مباريات عديدة لكرة القدم استطاعت الحيوانات الدخول إلى أرضية الملعب، ولكن عند دخول البقرة بالطبع سيكون أمر مفاجئا. حسنا، في مباراة ودية بين فريق قبرصي وبلغاري قررت بقرة التنزه في أرضية الملعب مما أدت إلى إيقاف المباراة لعدة دقائق. أولا، في عام 2014 حدثت حادثة غير متوقعة عندما تسلل ديك إلى أرضية الملعب بعدما أظهر مهاراته الكروية ومراوغاته الرائعة لرجال الأمن التي كانت تلاحقه حتى أدت إلى سقوط أحدهم في أرضية الملعب. حسنا، الآن شارك في التعليقات بأي من تلك المواقف قد أعجبتك وأضحكتك. إن عجبك هذا الفيديو قم بضغط زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا في نشر المزيد إن شاء الله.